والصلاة والسلام على رسول الله. نرحب بقناة ليبيا الرسمية لحضورها وتشريفها لنا، على الأقل حتى باش نحكوا في سواء كانت سلبيات أو إيجابيات داخل العيادة المجمعة قرطبة. طبعا الاسم رياض أحمد البدري، مدير عام مجمع عيادات قرطبة. تم افتتاح المرفق من حوالي سنة ونص فاتت، يعني من بداية 22، بتسخير من عند الله وتكاتف الجهود تم اعتماد ملاك وظيفي للمرفق، وتم تأسيس المرفق حسب القوانين واللوائح المنوط بها بالدولة الليبية. تم اختيار موظفين عن طريق لجنة المفاضلة، قبول الملفات. بدأ الشغل فعلي حوالي شهر 22 داخل المؤسسة عيادة مجمعة قرطبة. وفقنا نوعا ما في الاختيار العناصر الطبية وطبية مساعدة لحد ما معقول جدا. المجمع طبعا جاي في رقعة جغرافية متعطشة لتقديم الخدمات الصحية والرعاية الصحية الأولية، والدور المنوط لها أن هي تخفف على الكاهل المواطن من الذهاب للعيادات الخاصة. أنتم تعرفوا يعني إحنا في الدولة الليبية أن مصاريف وتكاليف الكشوفات والعلاج أحيانا مكلفة جدا، فإحنا نحاولوا هذا دورنا اللي مفروض نقوم به. طبعا الموظفين من حوالي سنة ونص فاتت أن هم يشتغلوا بطاقة إيجابية وبيروح إيجابية، ولكن للأسف أنا من خلال منبركم هذا بنناشد رئيس الوزراء، وزير الصحة، وزير الخدمة المدنية للصراع بعملية الإفراج على المرتبات، خصوصا وأن احنا كنا متبعين الخطوات القانونية من خلال الملك الوظيفي اعتماد العقود الأرشفة. تم تزويدنا بمنظومة الخدمة المدنية، وكنا كانت كل الإجراءات في الإطار الصحيح. بالنسبة للسلبيات، طبعا كان المرفق مغلق من حوالي 13 سنة، تم افتتاحها زي ما قلنا من حوالي سنة ونص فاتت. تمت صيانته وبحمد الله كانت صيانة معقولة جدا في المجمل، ولكن في بعض الأحيان لاحظنا سوء صيانة في بعض الأشياء. على سبيل المثال الأرضية وقدامكم حتى تخدلها حتى بعض الصور. طبعا العقد أو التعاقد على الصيانة كان متكفلة به جهاز تنمية وتطوير المباني الإدارية عن طريق وزارة الصحة. كنا نتابعه في الأعمال اللي صايرة في الصيانة اللي صارت، في بعض الأشياء بانت أو بدت تطفو فوق السطح. كل الأشياء السلبية اللي كانت تم إعداد تقارير لها ومخاطبة وزارة الصحة اللي متمثلة في إدارة المشروعات للاستدراك أو للتقليل من هذه العيوب عن طريق مخاطبة الشركة المنفذة أو جهاز تنمية وتطوير المباني الإدارية. حاولنا بقدر الإمكان أن احنا نوفر جميع التخصصات. فيه كانت عيادات سواء كان عن طريق النقل الأطباء الأخصائيين أو استشاريين احتويناهم عندنا في العيادة المجمعة. فيه كان نقص على سبيل المثال في بعض التخصصات، فحاولنا أن نعتمد على برنامج العقود المتعاونين من العناصر الطبية وخصوصا الاستشارية أو الأخصائية. على الأغلب نقدر نقوله معظم العيادات متوفر فيها أطباء يعني، وقاعدين نسعى في تقديم مستوى أفضل إن شاء الله في قادم الأيام إن شاء الله. بارك الله فيكم، نشكركم قناة ليبيا الرسمية، وهذا مش غريب عليكم ومش أول مرة احنا إنكم تجونا، وهذا يدل على حرصكم. وكنا أسرة واحدة احنا، وأي تقدم أو نجاح راهو كله مع بعضنا يعني. فيه بارك الله فيكم مرة ثانية، وتحياتي وموفقين إن شاء الله.